لقينا المهمه شحن ريا. حنا جينا كنطالبوا هذا النهار بواحد الحل السلم اللي هو يديروا معنا واحد الحل اللي حنا غادي نقدروا حتى حنا يعجبنا الحال، ماشي هما جالسين في ديورهم دابا مرتاحين وحنا في هذا البرد والصيام حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم والمصروف وقالوا لنا من رمضان خاصكم تخرجوا. حنا ما عندناش فين نخرجوا، حنا ناس على قد الحال، ولادنا يقراو فين غادي يقراو، الا خرجوا فين غيمشيو يقراو، ولا ما عندهمش فين غادي يمشيو من رمضان. وقالوا لنا جوج في البلان سيدي، حنا جوج في البلان، حنا ضد جوج في البلان، ما قابلينهاش. حنا ما متفاهميش، حنا ما متفاهميش حتى حنا وحوايجنا، حنا وحوايجنا كندابزو فين؟ حنا كاين اللي عنده 9 في الدار 10، فين غادي نسكن حنا جوج في البلان؟ كاين اللي بغى يبني كاين اللي ما يبغيش. حنا ضد فكره جوج في البلان. علاش؟ حيت الدول اللي خداو 5 البلانات، اللي حدانا في حمراء اللي طول الخياطه 5 البلانات، اللي حدانا حنا في حمريه حدانا خداو بلان بلان. وفاش جات لينا حنايا كيقولوا لنا من رمضان وسميتو والبلان فيه جوج. حنا ضد اننا نخرجوا من ديورنا. وناس اسيدي، ناس 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 اسيدي، ناس هما معانا خرجوهم من ديورهم، قالوا لهم غادي نعطيوكم وباقي لدابا ما عطاوهمش، باقي لدابا وهما كاريين. حنا ما عندناش باش نكريو، وهاد المدينه عندها خصاص من الكره وعندها خصاص من الرهينه، ما كاينش فين. واش غنديروا كي اللاجئين السوريين؟ حنا ماشي لاجئين ولا عندنا الحرب، حنا سيدنا عاش الملك كيعاوننا حتى بالقفه، ماشي عادله في السكن. عاش الملك، عاش الملك. حنا كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا بحقنا، حنا ما جيناش نطلبوهم بشي حاجه ماشي ديالنا. حنا كنطالبوا واحد في البلان، نديو بلاننا، وكنطالبوا يوريونا بلاننا فين جا ونخرجوا. حنا ما غنشدوش نخرجوا كيف الناس خرجت وما لقاتش فين تسكن. حنا تيوريونا بلاناتنا، حنا هاد المدينه هادي كتعرف واحد الخصاص المسؤوليه، الناس ما مسؤولينش علينا، الناس كيهمشونا. حنا كنعرفوا التهميش، التهميش، وحنا مهمشين من كلش، من سبيطارات، من سكن، من كلش اسيدي. حنا كنطالبوا يديروا معانا حل، جوج في البلان حنا ضدها، حنا ضد جوج في البلان وضد نخرجوا من رمضان ضدها. تاي ورينا فوقاش والله ينصر سيدنا. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. ولكن منين وقع المنكر ووقع الرشوه وقدات حرميات حمريه ولات فيها جماهير، كانت نقطه صغيره باش تحد، ولكن ولات نقطه سوداء ما صابولهاش دابا الحل. قال بغاو يديروا جوج في الدار، من حقكم ديروا 10 في الدار، 10 في الدار ديروا حقكم دابا، لان حمريه هي اللي هي بغى خدام بنادم يجي الحمريه، بغى منابر يجي الحمريه، بغى قزال يجي الحمريه، اي حاجه بغى صحاب الانتخابات يجيو الحمريه. حمريه هي اللي كتنجع اي مرشح، ويبانوا لنا المرشحين ديال سكان حمريه، سكان زرتيف يبانوا دابا هنا، يبانوا اللي والمهم لا اله الا الله. الظلم كاين في حمريه بزاف، كاين ظلم في حمريه، كاين اللي ما عمرو سكن في حمريه ودار بلانات، كاين اللي ما عمرو سكن دوار الليل ودار بلانات، كاين اللي ما عمرو سكن دوار غيط ودار بلانات. لان علاش؟ هذا راه منكر اخوتي، راه منكر كنعيشوا فيه. وهذا النداء كندوه لصاحب الجلاله محمد السادس. ماشي واش ما الا ماشي واحد على السيمانه يعاينوا حتى يموت الاخر، يديروا جوج في الخبر، بغاو يدفنونا حيين. هي في البدايه تحيه نضاليه لكافه ساكنات حي حمريه، الحي المقهور المنبوذ الذي عاش الويلات منذ زمن طويل، لا نقول 50 سنة، نصف من القرن، ولكن نقول عقود. وهذه السكينة تعاني لا من حالة المياه، غياب المياه الصالحة للشرب، ملي كتجي الشتاء كتكرفسنا، ملي كتجي الشتاء كتكرفسنا كأننا لاجئين من سوريا وليس مواطنين مغاربة. إلا جينا نهضروا على اللاجئين ديال سوريا اللي غادي نلقاو وفروا لهم الظروف ديال العيش، ملي غتجي الشتاء غتلقى منين يمشي الماء، ولكن حنا كنعيشوا الويلات. إلا جات الشتا واك، وإلا جات الشمس واك، وإلا جا العجاج واك، ولكن من بعد عقود من الزمن، سنوات عجاف اللي غادي نعيشوهم من داخل البق، من داخل ذلك الحي، تلك البقعة، غادي نلقاو واحد القرارات اللي هي مجحفة في حق الطبقة الفقيرة، في حق الطبقة الكادحة، في حق الطبقة اللي
تحت عتبه الفقر 40 درجه، ما ساكنينش الارستقراطيين في حي حمريه، ما ساكنينش البرجوازيه المتعشرفه في حي حمريه، ما ساكنينش الناس الكوادر في الدوله، غادي يكونوا ساكنين ابناء الشعب، ابناء الفقراء، ابناء الكادحين. ولكن ملي غادي تشوفوا واحد القرارات كيخرجوا غير الناس الفقراء والضعفاء، ما كيقيسوهمش هما المسؤولين والارستقراطيه والبرجوازيه. الساكنه جات هاد النهار احتجت على واحد الواقع مزري كنعيشوه، اللي كنشوفوا المسؤولين وكنشوفوا الكوادر ديال الدوله كيعيشوا في فيلات، كيعيشوا في فيرمات، كيعيشوا في اراضي شاسعه، اللي غادي يقولوا واحد القرار اللي هو مجحف في حق هاد الساكنه. جوج ديال البرانات اللي غادي تبيع الارض ديال الدوله وغتبيعها للعمران وغتبيع واحد المستثمر اللي هو كرشو كبيره وغادي تكبر له كرشو على دار المستضعفين، فلا يجوز ولا يعقل. باش غتجيب الاراضي وغتقول الاراضي السلاليه وكذا وغتعطيها في المكافآت، باش غتعطي الدعم لواحد، عطي الاراضي عطي 160 ديال الهكتارات وغدعمو على 160 ديال الهكتارات وغيسمح لك بديك الارض وغيخليها صحراء وغيهز داك الدعم وغيمشي بحالته. هل هذا يعقل؟ واذا ارضنا نتعدت هناك مثل يعرفه جل العالم العربي، اهل مكه ادرى بشعابها، نحن ادرى بحمريه، وليس العمال او القياد او الباشا او الشيخ او المقدمه او الجمعيه او كذا. الا غتجي واحد الجمعيه وغايقول لك حق الجمعيه راه موقفه، انا لا تمثلني اي جمعيه. فعلا ماشي غادي يجي واحد البارح القرصيف. نعم غايجي واحد البارح القرصيف من تازه ولا غايجي من فاس ولا من مكناس ولا غياسس الجمعيه. انا عندي زياده وخلق في حمريه، انا الجمعيه لا تمثلني ولا تمثل هذا الشعب. واش قابلين الجمعيه؟ ما قابليناش. ولا كنا غادي نلقى واحد الحوار باش غايقول لك 10 الناس، باش غايقول لك واحد 10 الناس اللي غادي نطلبوهم للحوار، فلا يجوز ولا يعقل. هادشي ما تيقفشي ومن حقهم، من حقهم ما يتيقوش في بعضياتهم حيتاش كاينين الخونه. غادي يهود العامل عندنا هنايا وغيتحدث بفصاحه اللسان مع الشعب، وكما كان الشعب ما غيكونش هو في ذاك البيرو، ما غيكونوش هادو دايرين بينا، ولكن الشعب هو اساس البلاد. لهذا اذا تحدثنا عن الدستور سنه 2011 اللي كيخول 16 حق من حقوق المواطنين المغاربه، الا كنت مواطن مغربي حامل جنسيه مغربيه إلا جينا وهضرنا على الدستور ديال سنة 2011 اللي كيخول المواطن المغربي 16 حق، حق السكن هما مشونا، العيش الكريم بالله عليا ما عمرنا عشنا العيش الكريم باش نكذبوا على بعضياتنا. إلا جبت البوطة غيخصك الزيت، وإلا جبت الزيت غيخصك الطحين، وإلا جبت كلشي غتمرض أنت، وإلا برد أنت غيمرض لك الولد، وإلا درت هذه غدير هذه. ما حنا مرقوصين، حنا ماشي ارستقراطيين ولا برجوازيين ولا اسمو، حنا طبقة كادحة اللي صورناه في النهار كناكلوه في الليل وكنصبحوا عاوتاني نقلبوا. كاين اللي باغي هذا البلان باغي يبيعو، ماشي يبني ولا يبيعو يداوي به راسو، كيعيش أمراض مزرية. والواقع ديال الصحة في هذه البلاد راكم عارفينو. لهذا يجب على الجهات المسؤولة أن تستمع لكل المواطنين المحقورين والمقهورين من داخل هذه البقعة. ورانا اللي درنا وقفة هنايا ماشي جينا نوقفو ونمشيو حتى تحقيق المطالب. وتحياتي لكل المنابر الحرة وتحية للجماهير الشعبية. شوف اسيدي حنا كنطلبوا البلان ديالنا، يعطيونا بلاننا. مني كانت حمريه كتسمنا هما فين كانوا، الا كسر عليهم هادشي هما بالموافقه ديالهم. حنا اسيدي حنا كنطلبوا البلان ديالنا كيما عطاو لدوار الليل، عطاو الزرقاء الزل المهم هاد مسؤوليتهم، مسؤوليتهم. حنا ما يشردوناش، ما يديروش الجار، حنا ما كنساهوش مع الجار في دارنا. واش انا ما كنساهوش مع الجار في داري برا وما عساك نسكن معاه؟ هذا عيب، هذا عيب، هذا عيب، هذا عيب، هذا عيب.
هذا هو اخر كلام اللي قلت. الو السلام عليكم، عواشكم؟ بروكا كنهضر ونعاود نهضر تكرارا ومرارا، هذا القرار راه مرفوض، ما قابل به حتى واحد. جوج في البلاد راه مرفوضه عند حمريه، واش حمريه ظلموها وحقروها؟ علاش دوار الغيط عطاو واحد البلاد لواحد دوار الليل وحنا في حمريه بغاو يحقرونا؟ هذا راه منكر، هذا راه ظلم، وحنا ما غاديش نهدموا ما نخرجوا لهمش تردوا لنا حقنا الاول. واحد في البلاد الله يرحمكم الوالدين، حنا راه حنا ما متفاهمينش حتى بيناتنا وما عاد نسكنوا الجار معانا. هذا القرار كنعاودها ونقولها راه مرفوض، جينا حنا عند سعادة العامل نطالبوا بحقنا، يوقف معانا ويحس بينا ويحن فينا، يرد لنا حقنا، راه الصوت مشى لينا. اللي خرج هذا القرار راه حنا ما نسمحولوش، اش يسالنا في هذه العواشر وهذه الصيام؟ حسوا بينا، هذا القرار راه مرفوض، ما قابلهش كاع حمريه، راه حنا ما نهدموش ومدارنا ما نخرجوش، حسوا بينا، واخا نلتجعوا نمشيو حتى الولايه في الرباط، كل شيء يوقف معانا كل شيء يحس بينا. بغينا سعادة العامل يعطينا حقنا هذا النهار نمشيو في حالنا، بغينا بلان الواحد و80 متر الواحد كما كانوا عاطينا في الاول، راه حنا ما نهدموش ومدارنا ما غاديش نخرجوا. حمريه راه ما باغياش هذا القرار جوج في البلان، هذه راه ظلم، هذا راه منكر، فهمونا وحسوا بينا، اش تسالونا في هذا الصيام؟ اللي خرج هذا القرار راه حنا ما سامحينلوش. السلام عليكم. حنا هذا القرار اللي عطاونا في قرسيف، علاش عطاونا هكا هذا القرار؟ دور الغياطة عطاوهم واحد في البلان، كاين دار اللي استافدت خمسة، دار وحدة استافدت خمسة د البلانات، دور الليل هكاك، سيدي موحى بن أحمد هكاك، كلشي استافدوا، كاين دار اللي استافدت خمسة، ومني وصلت حنا الحمرية ناس ضعافة ناس مساكن، بداو يديروا لنا جوج البلان، والدار العيانة عندها تسعود الأولاد 8 10. هذه الدار العيانة، وداروا لنا هذا القرار، هذا القرار حنا ما قابليناش، ما قابليناش هذا القرار، وحنا بغينا براكتنا نبقاو فيها. زيدون الا يعطيونا جوج في البلان غادي نبقاو في البراكه ديالنا، ما عندنا مرفوض، ما عندناش باش نسكن، ما رافضينا وما نخرجوش الا ما داروا لناش واحد في البلان، راه حنا ما خارجيش. وهاد المسؤولين اللي داروا هكا حقروا صحاب حمريه، هذا الشيء راه عيب وعار، هذا الشيء عيب وعار، هذا الشيء عيب وعار، هذا الشيء اللي داروه راه عيب وعار، هذا الشيء راه ما كيدارش في القانون. علاش الولايه عطاوه ما يدخلش؟ ولا ما كانش نمشيو للولايه، ولا ما كانش في الولايه نمشيو عند سيدنا، الله ينصر سيدنا، ينصر محمد السادس. السلام عليكم. اش هذا القرار؟ اش هذا القرار اللي درتوه؟ غتقلبوا المدينه، غتقلبوا المدينه، راه لا يعقل، راه في نفس المدينه وعاطين الجهه سبعه ديال البلانات، سبعه ديال البقع عاطينها في دار وحده، وتجيو للحمريه وتحط حتى داك البلان اللي محقهم ما تعطيوهمش، راه لا يعقل. حنا في الدار مثلا حنا ثلاثه ديال الناس مجوجين، والاب ديالي والاخوه ديالي اخرين، يعني بزاف بينا، وتعطيونا بلان واحد عاد مع الجيران، حنا مقاتلين باش تعطيونا بقع اخرين نستافدوا منهم الخوت اللي معايا مزوجين، راه لا يعقل، راه غتقلبوا المدينه، راه غطيح الروح، راكم شفرتوا حمريه، المسؤولين راكم شفرتوا حمريه. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.